فرحت فجأة وافتكرت كل شيء، وإشارة خضرا حركتني عشان أروح أداوي حتى إن شاء الله جرح من الجروح. هات إيدك معايا يا ابني آدم، أنت مني هساعدك وتساعدني، مر زماني وإن بيني وبين الفرحة ألف سور. هات إيدك معايا نتحرك من الإشارة ونروح لأقرب حارة، وبلاش بقى نتزارى في الحياة كلها إشارة مرور، إشارة مرور. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعي راديو مصر في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من اشاره مرور، ومعاكم عمرو الليسي. الحقيقه دايما ببقى محتار كل حلقه ابدا معاكم بايه. ساعات بتكلم عن الامل، وساعات بقول لكم اخبار، يعني ممكن جدا اقول لكم كلام جميل دلوقتي على اعتبار اننا في اول الحلقه، وممكن اقول لكم كم خبر من بتوع محاكمه القرن ومسيرة سواقين التاكسي الأبيض والأسود للاتحادية علشان مطالبهم اللي احنا بالمناسبة ياما اتكلمنا عنها ومحدش معبرنا ولا معبرهم. إنما بصراحة مليش نفس اتكلم في ده. اللي هكلمكم فيه برضو خبر للأسف مفيش حد اهتم بيه، ربما لأنه بعيد عن القاهرة، ربما لأنه كارثة طبيعية ومفيش حد حيشيل الليلة ولا هتبقى فرصة لحد انه يصفي حساباته السياسية مع حد تاني. مين في اللي بيسمعنا دلوقتي على راديو مصر يعرف جمصة؟ ايوه جمصة. جمصة المدينة الجميلة اللي بتتبع محافظة الدقهلية واللي ناس كتير بتروح تصيف فيها، معظم الناس عارفينها مش كده؟ طب مين يعرف ايه اللي بيحصل في جمصة دلوقتي في اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي؟ ما أعتقدش ناس كتير من اللي بتسمعنا تعرف، ولا أعتقد أن الإعلام اهتم أن يقول أن جمصة حصل فيها إعصار شديد ما كانتش مستنياه، وللأسف الشديد مش متعود عليه، ولا حد قالنا عليه من بتوع الأرصاد الجوية، ولا عمرنا سمعنا ولا قرينا نتعامل إزاي مع الإعصار ده. إعصار في جمصة يا جماعة عمل كوارث حقيقية، والإعلام نايم عنه، والناس مش واخدة بالها لمجرد إن الموضوع برا القاهرة وبرا دايرة الاهتمام. إعصار جمصة دمر 400 عمود إنارة على الأقل، ووقع 14 برج كهرباء من أبراج الضغط العالي، وقطع الكهرباء تماما، وحطم مصنعين للكتان والبويات، عشرات الأفدنة من البطيخ والطماطم اتدمرت تماما في قرى هناك، ده غير تعطيش 100 فدان، والشجر اللي وقع والمية اللي اتقطعت في بعض القرى وغيرها وغيرها من التلفيات. كم واحد بقى اهتم باللي بيحصل في جمصة؟ ولا هي جمصة ما بتطرحش إلا في المصايف وبس؟ كم حد اهتم يروح هناك وينظم قوافل إغاثة، أو يروح يعمل دعم نفسي للناس اللي اتخضت من اللي بيحصل لأول مرة في حياتها تقريبا؟ احنا هنا في إشارة مرور بنحاول نلقي الضوء على إعصار جمصة، وياريت كل وسائل الإعلام تطمننا وتقوم بدورها، وياريت كل أجهزة تنفيذية في الدولة تتحرك وتعمل اللي عليها. دي بداية سريعة لحلقة النهاردة من إشارة مرور. ما تنسوش جمصة والناس اللي عايشين هناك، وخلونا نطلع فاصل ونرجع نواصل إشارة مرور على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. إشارة مرور مكملين معاكم إشارة مرور، معاكم عمرو الليسي، ومستنيين رسائلكم واقتراحاتكم، وياريت كمان اللي عايش في جمصة وعنده نت يبعت يطمننا على جمصة وأهل جمصة من خلال صفحتنا على الفيسبوك إشارة مرور على راديو مصر بالعربي.
الأيام اللي فاتت كان الرئيس محمد مرسي في البرازيل في أول زيارة تقريبا لرئيس مصري للبرازيل. البرازيل اللي احنا مش عارفين عنها غير حاجتين: البن البرازيلي اللي بيعدل الدماغ ويعمل أحلى قهوة، ومنتخب السامبا البرازيلي بتاع الكورة ورونالدو وكاكا ونيمار وبيلي وكل اللعيبة الجامدة اللي لعبناهم وممكن نلعبهم تاني لو فريقنا وصل لكاس العالم 2014. بس انتم قولوا يا رب. انما يا ترى، يا هل ترى كم واحد من اللي بيسمعنا يعرف لولا دي سيلفيا؟ اهو الحاج لولا دي سيلفا ده المفروض نعرفه اليومين دول اكتر من كاكا ونيمار. عارفين ليه؟ لان لولا دي سيلفيا ده كان رئيس البرازيل من 2002 ل 2010. قبلها كان لولا دي سيلفيا ده كل ما يخش انتخابات يخسرها. دخل انتخابات الرئاسة سنة 1989 وخسر، ودخل انتخابات الرئاسة سنة 94 وخسر برضه. إنما لما دخل انتخابات الرئاسة سنة 1998 خسر مرة تالتة كمان. ساعتها كان مكتئب قوي، وكان برنامجه ووعوده وقتها قايمة على الفقراء والوقوف جنب الفقراء. وساعتها قال: الفقراء في البرازيل مش مصدقيني، الفقراء في البرازيل هم اللي في ايديهم ينجحوا اي رئيس، وكوني ما قدرتش انجح ده معناه ان هم مش مصدقين اللي انا بوعدهم بيه. وبصراحة كان عنده حق، لان برنامجه كان طموح وكان بيوعد الفقراء بحاجات ما كانوا شايفينها، وكانوا شايفينه بيضحك عليهم او بيقول كلام زي غيره لكنه كلام مش منطقي. انما لما لقوا اصراره على دخول الانتخابات كل مرة، ولقوا نفس البرنامج ونفس الرغبة ونفس الانحياز للمواطن الغلبان البسيط الفقير، انتخبوا اخيرا في عام 2002، واصبح لولا دي سيلفا هو رئيس البرازيل اللي احنا برضو ساعتها ما كناش نعرف عنه حاجة غير البن ومنتخب الكورة. لولا دي سيلفا بقى رئيس البرازيل. لولا دي سيلفا اللي خرج من المدرسة من سنة 5 لانه كان فقير ومش لاقي فلوس يكمل تعليمه بقى رئيس البرازيل. لولا دي سيلفا اللي كان عامل احذية في بداية حياته واللي اشتغل بعد كده صبي في بنزينة في الشوارع بقى رئيس البرازيل. لولا دي سيلفا اللي الدنيا كانت ملطشة معاه واشتغل ميكانيكي شوية وبيع خضار شوية وتخصص في الاخر في المعادن بقى رئيس البرازيل. لولا دي سيلفا اللي رغم كل ده اشتغل وتميز في شغله وما كانش لا دكتور ولا مهندس، انما كان واحد عادي جدا خد المشوار من تحت الصفر وانضم للنقابة بتاعة الحرفيين في البرازيل، وبقى رئيس نقابة العاملين في الحديد، وبعدها في الثمانينات أصبح رئيس لنقابات العمال الصناعيين، أصبح بعد كده رئيس البرازيل. خلاص بقى واحد شاف الفقر والظلم وعانى منهم ويعرف مطالب الناس في قصر الرئاسة في البرازيل. واحد من الناس بقى رئيس كل الناس في البرازيل. هتعمل ايه بقى يا عم لولا؟ هتنسى ناسك اللي انتخبتك ويطلع كلامك ابن عم حديد زي ما بيقولوا، ولا هتنحاز للمواطن الفقير اللي طول عمرك بتقول انك عاوز تحكم علشان تقف جنبه؟ الحقيقة يلي كل بيسمعنا على راديو مصر ده كان تحدي كبير، بس عشان نعرف لولا دي سيلفيا كان قد التحدي ده ولا لا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل إشارة مرور مع عمرو الليسي عشان نكمل حكاية لولا دي سيلفا. إشارة مرور. انتوا لسه بتسمعوا برنامج إشارة مرور، والمحطة دي اسمها راديو مصر، والراجل اللي بيكلمكم دلوقتي هو عمرو الليسي. والفاصل اللي قبل كده كنا بنتكلم فيه عن راجل برازيلي فقير اسمه لولا دي سيلفا. الراجل ده طلع من 5 ابتدائي علشان فقير، اشتغل ماسح أحذية، واشتغل صبي في محطة بنزين، واشتغل ميكانيكي، واشتغل بياع خضار،
والدنيا فضلت ملطشة معاه لحد ما اشتغل في المعادن، وبعدها انضم لنقابة العاملين في الحديد وبقى رئيس النقابة، وفضل يتكلم دايما عن الفقراء لغاية ما اقتنع انه علشان يساعد الفقراء لازم يبقى رئيس جمهورية. لولا دي سيلفا دخل الانتخابات في البرازيل 3 مرات وخسرها، بس في المرة الرابعة في عام 2002 أصبح رئيس البرازيل هو لولا دي سيلفا. وجات لك على الطبطاب يا عم لولا، هتنفذ وعودك وتنحاز للمواطن البسيط الفقير اللي طول عمرك بتتكلم باسمه، ولا هتستندل بقى وتلحس كلامك ووعودك ويغيرك الكرسي وتتغرب القصر وتقول أنا عندي أحسن بن برازيلي وعندي أقوى فريق كورة؟ الحقيقة إن لولا دي سيلفا كان عنده حسن ظن الفقراء اللي انتخبوه. لما جه دي سيلفا اكتشف إن في ناس عندها ثراء فاحش وناس تانية فقيرة دقة زي ما بنقول عندنا في مصر. بدأ دي سيلفا ينفذ برنامجه اللي وعد بيه الناس، والبرازيل في وقتها ديونها كانت 250 مليار دولار ومليانة مخدرات وبطالة وأطفال شوارع. وأول حاجة عملها فرض الضرائب التصاعدية وخد قرض من صندوق النقد الدولي. فرض الضرائب التصاعدية بس من غير ما يحارب الأغنياء ولا يخسرهم، لأنه عارف إن الأغنياء برضو هيساعدوا البلد، ورجال الأعمال دول لو أحسن التعامل معاهم وأدارهم صح هيجيب استثمارات مهولة من خلالهم وهيكسب من وراهم ذهب. وخد قرض من صندوق النقد الدولي من غير ما حد يقدره ويقول له انت ازاي تستلف يا بتاع انت، والبرازيل دي لو جمعت تمن لعبته الكرة بتوعهم يوفروا ميزانية بلد. وفي كام سنة عمل معجزة. لولا دي سيلفا وفر من الضرائب التصاعدية لوحدها 60 مليار دولار. فكرك عمل بيهم ايه؟ خصصها لصالح تحسين اوضاع 8 مليون أسرة فقيرة في البرازيل. شوف بقى الجمال، بقت كل أسرة بتاخد مبلغ شهري بس بشرط مفيش حد من ولادها يتسرب من التعليم، مفيش حد من ولادها يسيب المدرسة علشان خاطر الفقر. منسيش دي سيلفا عقدته القديمة بأنه ما كملش تعليمه، ومنسيش دي سيلفا أن أي بلد محترمة علشان تتقدم لازم تحسن تعليمها وتحبب الناس فيه. بعد 8 سنين من حكم دي سيلفا، وفي اليوم اللي كان بيخطب فيه خطاب الوداع لأن مدته خلصت ولازم يسيب البرازيل، دي سيلفا كان ساب البرازيل واقتصادها 8 أقوى اقتصاد في العالم. وفيه دراسات بتقول إن على سنة 2040 الاقتصاد البرازيلي هيبقى أقوى من الاقتصاد الألماني والياباني كمان. دي سيلفا نجح عشان كان مركز مع الفقراء وبيحارب الفساد وعاوز يعمل حاجة لبلده. وبالمناسبة نجح كمان علشان الناس لما حست انه بيشتغل وقفت جنبه. ما تلاقيش اضراب ولا قطع طريق ولا مولوتوف بيترمي ولا امن بايظ ولا وعد متنفسي ولا صراعات بين احزاب وجماعات وطيارات على تورتة البلد. دي سيلفا كان بيعيط وهو بيسيب الحكم، والناس كانت بتعيط وهو بيخطب فيهم ويقول انا هفضل معاكم وحنزل الشارع مع الفقراء علشان خاطر بلدي، وعمري ما هبخل على بلدي بشيء. لولا دي سيلفا راجل عظيم خلى بلده بلد محترمة في 8 سنين. اي والله في امل، بس المهم نشتغل، والاهم نبقى واثقين في ربنا وفي نفسنا وفي إننا نقدر. تجربة دي سيلفا مهمة دكتور مرسي، وأتمنى إنك تكون راجع من البرازيل وإنت مدرك لأهمية تجربته واخد منه مفاتيح نجاحه في بلد ما كناش نعرف عنها غير لعبة الكورة والبن. يلا نشتغل عشان خاطر مصر تلعب النهائي مع البرازيل، ويلا نروح لفاصل ونرجع نكمل بعده البرنامج، ومستنين آراءكم واقتراحاتكم وكل نفسكم فيه على صفحتنا على الفيسبوك إشارة مرور على راديو مصر بالعربي. فاصل ونرجع إشارة مرور ومعاكم عمرو الليسي.
ورجعنا لكم في إشارة مرور على راديو مصر ومعاكم عمرو الليسي، ودي ممكن تبقى فقرة جديدة في برنامجنا ونسميها بطل هري. في ناس كتير بتهري وتتكلم وتطلع إشاعات، وفي كلام كتير ناس بتردده وما بنبقاش متأكدين منه، بس فجأة تبص تلاقيه انتشر، والمصيبة الأكبر إن الناس بعد كده بتتعامل معاه على إنه حقيقة رغم إنه مش حقيقة، أو على الأقل كلام مش دقيق. والحقيقة إن امبارح كنت بستمتع وأنا بقرأ الأخبار والتغطيات اللي غطت حضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة لتفتيش وتدريب الفرقة التاسعة المدرعة في دهشور. وامبارح، ومش امبارح بس، ده دايما والله، كنت ولا زلت وحفضل فخور بجيش بلدي اللي مستحمل كتير قوي وشايل شيلة تهد جبال، ولسه صامت زي ما هو رغم كل الكلام اللي ملهوش لازمة واللي بيطلع من اللي بيسوى واللي ما يسواش عنه. انما اللي خلاني اعمل بقى فقرة بطل هاري دي النهاردة هو الكلام المهم اللي قاله وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، واللي لازم بعده كل اللي بيهري يسقط خالص وما يتكلمش في الموضوع ده. الفنان عادل امام كان بيسأل الفريق السيسي عن ولادنا وجنودنا اللي اتقتلوا في رفح في رمضان اللي فات، فرد وزير الدفاع وقال بالحرف: انتوا تفتكروا لو احنا نعرف مين اللي قتل ولادنا كنا سبناه، او يكون في حد يحول بيننا وبينه؟ لو نعرفه لن نجلس ثانية واحدة على وش الأرض، وأكرر ما سبق وقلت: لن ننسى من قتلنا، وأقول لضباطي: لن تنسوا من قتلنا. انتهى كلام الفريق السيسي ومات الكلام يا كل اللي بتهري وبتقول على جهة معينة إن هي اللي قتلت ولادنا، أو يا كل اللي بتطلع إشاعة وتقول أصلهم عارفين بس خايفين، أو يا كل بتصفي حسابات وبتقول التحقيقات اتعرفت نتائجها والقتلة اتعرفوا. أهو وزير الدفاع شخصيا بيقول بوضوح إننا لسه ما نعرفش مين اللي قتلهم، وبيقول بالفم المليان إننا لو عرفناه مفيش حد حيقف بيننا وبينه أيا كان أيا كان، نقول كمان مرة أيا كان، ومش هيفضل على وش الأرض ثانية. ده كلام الراجل المسؤول عن الجيش المصري العظيم، واللي هيتسئل عنه قصاد ربنا سبحانه وتعالى، فيبقى لازم الباقيين يبطلوا هري، واللي بيتكلم او بيطلع اشاعات او بيصفي حسابات يبطل هري، وانا كمان هبطل هري، وحستناكم بعد الفاصل عشان نكمل إشارة مرور ومعاكم عمرو الليسي. إشارة مرور. مكملين معاكم إشارة مرور، ودي إشارة حمراء من بتوع زمان، إشارة حمراء بنقف عندها، وعايزين الرئاسة كمان تقف عندها ومصر كلها تقف عندها. اليومين اللي فاتوا ما كانش في سهيرة للناس اللي بتقرأ جرايد وبتتابع أعمدة الرأي غير مقال المستشار الجليل طارق البشري عن مشروع إقليم قناة السويس. المقال كاتبه قامة كبيرة من قامات مصر الفكرية والدستورية، ورجل تقيل ووطنيته عظيمة لا جدال فيها وإخلاصه لا غبار عليه. والراجل كان بيطرح تخوفات من مشروع إقليم قناة السويس اللي أعلن عنه قريب، واللي أعلن كمان عن قانون خاص بيه، واللي شايفه المستشار طارق البشري إنه كارثة، وإنه بيرفع الإيد المصرية عن السيطرة على الإقليم ده. وأصلا بيني وبينكم، حكاية إقليم دي بتخليني أحس إننا بقينا في دولة داخل الدولة، والمقال بتاع سيادة المستشار خلانا نخاف كتير قوي على بلدنا من المشروع ده. فين بقى أي رد من أي نوع على المقال بتاع المستشار طارق البشري؟ مفيش. فين أي حاجة تطمننا وتقول إن قناة السويس والمشروع المهم اللي هيتعمل هناك هو ملك للمصريين، ومصر بس هي اللي هتتحكم فيه، ومصر دي اللي هي مصر مش شخص واحد أيا كان صفته أو منصبه؟ برضه مفيش. وعشان مفيش، أنا بدعو الرئاسة والمتحدثين باسمها ان هم يطلعوا يطمنوا الناس ويردوا على مقال سيادة المستشار ويقولوا لنا هو محق في تخوفاته ولا لا، هو صح ولا غلط.
أو تراجع الرئاسة نفسها فيما يتعلق بالمشروع، وارد جدا تكون غلطانة، وارد أن يحصل غلط، وإن مش كل اللي بينتقد هو معارضة أو كاره للنظام. الأصل إن اللي بينتقد عاوز يحل، ولو مش عاوز ما كانش اهتم ولا اتكلم. الإشارة حمراء منورة رياسة، ومش هنطفيها إلا لما تطمنونا. يا تقولوا لنا كلام يطمننا إن كله تمام ومفيش خوف، يا تقولوا لنا إنكم أسفين وهتراجعوا المشروع من جديد، وساعتها هتعلو في نظرنا جدا. ومن دلوقتي وقبل كده وبعد كده كل اللي بيسمعونا على راديو مصر عاليين في نظرنا جدا، وهنكمل معاهم إشارة مرور بعد الفاصل. ومعاكم عمرو الليسي. إشارة مرور، إشارة مرور. إحنا لسه مكملين معاكم إشارة مرور، ولسه معاكم عمرو الليسي، وبنبقى مبسوطين جدا وإحنا بنقرأ أحلى رسائل وأفضل تعليقات لمستمعينا على صفحتنا على الفيسبوك إشارة مرور على راديو مصر بالعربي. والمرة دي الإشارة صفرة، والأصفر يعني إيه؟ استعد. ومن فترة حصل إضراب في السكة الحديد، وحركة القطارات وقفت يومين تلاتة، عطلوا فيها الدنيا وعملوا خساير مش طبيعية. والكلام ده حصل لأن الناس اللي في السكة الحديد كان ليهم مطالب وعايزينها تتنفذ، لأنها من حقهم، وليهم مستحقات مالية متأخرة ومن حقهم يقبضوها، وليهم حقوق كان لازم ياخدوها. والمسؤولين بعضهم كان مطنش، وبعضهم كان بيقول ما باليد حيلة، والعين بصيرة والإيد قصيرة. ساعتها الموضوع اتحل بالتفاوض، بس بعد خسارة كبيرة للكل. المرة دي أدينا بنقول الإشارة صفرة يا مسؤولين، صفرة يعني استعدوا، لأن الناس مشاكلها لسه ما تحلتش، ولأن إضراب السكك الحديدية ممكن يرجع تاني ونخسر تاني، خصوصا إن الناس هناك على آخرها. وقالوا فعلا إن حاجات كتير لسه ما تحلتش. والحقيقة ده يخلينا نسأل، شهر كامل أو أكتر كمان ومشكلة السكك الحديد وعمالها والعاملين فيها والسائقين والملاحظين والمفتشين لسه ما تحلتش، لسه ما تحلتش ليه؟ ليه ما تعملتش مجموعة إدارة أزمات تحل الموقف عشان ما نتحطش فيه مرة تانية؟ ليه ما حدش مهتم إنه يحل على قد ما هو مهتم بتعطيل المراكب السيرة؟ لك الله يا مصر، ربنا رزقك بمسؤولين أجارك الله، لازم ندعي لهم بالهداية. وأدينا نورنا لهم الإشارة الصفراء علشان يستعدوا، وربنا يستر وما يعدوش الشارع والإشارة حمراء. وبعد الفاصل كمان هنشوف عندنا إيه في إشارة مرور. ومعاكم عمرو الليسي. مكملين معاكم إشارة مرور على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي، ونحاول دايما نعرض تجارب ونعرض حلول، ونكون لسانكم وصوتكم اللي بيوصل من خلال الإذاعة المصرية. بس انتوا ابعتونا بكل اللي نفسكوا فيه على صفحتنا على الفيسبوك إشارة مرور على راديو مصر بالعربي. من يومين اتعملت انتخابات النقابات الفنية، واللي فاز فيها الموسيقار الجميل هاني مهنا عشان يبقى المسؤول الأول عن نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية. الحقيقة بحكم حبي للفن، وبحكم ان المنصب ده كان ماسكه السيناريست الكبير ممدوح الليسي اللي اتشرف اني احمل اسمه، وبحكم حاجات كتيرة جدا ليها علاقة بعائلتنا، كنت مهتم بالحدث ده. ممكن اهتمامي ده خلاني افكر شوية في اللي حصل في الفن السنتين اللي فاتوا، وخلاني اسأل هي صناعة السينما راحت فين؟ وليه الثورة الجميلة دي ما انتجتش عنها عمل فني محترم وجميل يتكلم عنها؟ ايوه صحيح، سامع ناس بتقول لسه بدري، وناس تانية بتقول مش لما ننتج عن حرب اكتوبر الاول نبقى ننتج عن الثورة، وناس تالتة بتقول ان الفن هو ابن الوقت اللي بيطلع فيه، واننا اذا كنا في حالة ضبابية وفيها ارتباك وفيها خناقات، الفن بتاعنا كمان هيطلع فيه ارتباك وخناقات. ويمكن عشان كده السينما عندنا بعافية شوية بعد الثورة، والمسرح بعافية شويتين تلاتة اربعة زي قبل الثورة بالظبط.
والغريب ان السينما دي مثلا ممكن تبقى مصدر من مصادر الدخل القومي. انتوا عارفين كم فيلم بيطلع كل سنة في امريكا واوروبا؟ وعارفين مدى احتياجهم لبلاد يصوروا فيها عشان يدوا من خلالها صورة مختلفة؟ وعارفين زمان كم فيلم جميل ومهم ومحترم وعلمي اترفض انه يتصور في مصر لان اللي كانوا مسؤولين عن الموضوع ده والرقابة وقتها ما كانوش فاهمين وكانوا بيعطلوا المراكب السيرة؟ لما تدور في الموضوع ده تلاقي مثلا ان حلم مخرجين عالميين ان هم ييجوا يصوروا عند الهرم مثلا مع فنانين عالميين ممكن يبقوا سفراء لينا، واننا عندنا اماكن جميلة كان لازم نسوقها صح عشان التصوير بتاع افلام مهمة وعالمية يحصل عندنا على ارضنا وفي وسطنا. انما خرجنا من الروتين ودخلنا على الامن، مين حيأمن الكلام ده؟ مين يضمن ان الكرو اللي حيجي يصور او الفريق اللي حيجي يصور مثلا ما يتثبتش او يتسرق او يتعطل بسبب مظاهرة ولا اعتصام هنا ولا وقفة احتجاجية هناك؟ مين يضمن ان مفيش موظف رخم على بال ما يخلص الاجراءات يكون الناس دول كرهوا نفسهم وقرروا ان هم ما ينتجوش الفيلم اساسا؟ وبالمناسبة عملوا كده زمان معانا في افلام مهمة، ولما زهقوا راحوا بلاد زي المغرب وزي جنوب افريقيا، وفي ناس منهم كانوا عاوزين يصوروا في الصحراء فراحوا عندنا بطفشنهم وقالوا لهم دوروا على صحراء تانية عشان الصحراء بتاعتنا غالية عليكم. شيء لا يصدق عقل، رغم انك لو فتحت الباب لتصوير الافلام دي هنا وامنت الناس دي هتكسب ذهب. بس تعمل كده ازاي وانت لسه عندك حادثة لسائحة امريكية تم قتلها اثناء اختطافها في مصر؟ تعمل ايه وانت بتشوف ناس كتير جدا تقريبا ربنا مسلط عليهم دماغهم ومسلطهم هم على نفسهم، وبدل ما يساعدوا على ان البلد تهدى شوية كل شوية بيتفننوا في اشعال الحرائق؟ على الفيسبوك امبارح الناقد الشاب احمد شوقي كتب قصة جميلة جدا، قصة حقيقية حصلت فعلا وليها علاقة بالموضوع اللي نتكلم فيه. احمد شوقي كتب الجزء السادس من سلسلة فاست ان فيوريوس، وده فيلم شهير بالمناسبة، احداثه اتصورت في لندن وصناع الفيلم طلبوا يصوروا في شارع بيكياديلي واحد من اكتر طرق العاصمة اهمية وازدحاما بشرط يتم اغلاق الطريق لتصوير السباقات. السلطات كان بامكانها ترفض الطلب من اجل مصلحة المواطنين وتظ في الفن، وكان ممكن توافق من اجل الفن وتظ في المواطنين، لكن الحل كان في اتفاق مع صناع الفيلم ان يتم اغلاق الطريق لمدة دقيقتين فقط كل ساعة، دقيقتين ممكن اي مواطن يصبر عليهم من غير اي ازمات ويلتزم الانتاج بيهم، لان اي تجاوز معناه الغاء التصريح. الامر تم بنجاح والجميع التزم والفيلم اتصور وهيتعرض كمان كام يوم. القصة اللي كتبها احمد شوقي دي خلت الواحد يضرب كف على كف من اللي بيشوفه ومن اللي لسه هيشوفه بسبب ناس كتير مش مدركة قيمة الفن في حياتنا. وعموما هنديكم فاصل تفكروا فيه في قيمة حاجات كتير قوي في حياتنا ونرجع نواصل اشارتنا اشارة مرور، ومعاكم عمرو الليسي. اشارة مرور، ومكملين معاكم اشارتنا اشارة مرور على راديو مصر، معاكم عمرو الليسي، ورسائلكم الجميلة بنقراها لما بتبعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك اشارة مرور على راديو مصر بالعربي. وادي رسالة تحذير شديدة من كمال كانون، اسمه اللي قدامي كده كمال كانون، وطبعا كل واحد على الفيسبوك بيسمي نفسه اسماء غريبة، بس يمكن كمال يبقى محامي وكانون ده تبقى قانون، لان رسالته بيقول فيها الترامادول بيدمر شبابنا وياريت الحكومة تعلنه كمخدر من الفئة الاولى. ومين سمعك يا كمال؟ الترامادول دلوقتي متاح وبيتقدم رشوة والله في اماكن كتيرة، وبسمع حكايات ليها العجب. الترامادول اللي هو اصلا مسكن قوي للالام في حاجة قوية جدا، لانه بتراقب وبتفتش عليه في شركات الادوية ويتعرف هو رايح فين والمين،
ووزارة الصحة أو الجهات الرقابية تبقى بتستلم من شركة الأدوية كشوف التوريد بتاعة الترامادول، وكمان بتعمل تفتيش على الصيدليات وتشوف الترامادول اللي عندها ده اتصرف بروشيتا ولا لأ، ويا حبذا لو اتصورت الروشيتا. بره بيعملوا كده، بياخدوا أصل الروشيتا. وبيني وبينكم الترامادول والحشيش بقى منتشرين جدا في مصر، وبين يوم والتاني الشرطة بتعلن عن ضبط كميات كبيرة من الحشيش والمخدرات. بس السؤال اللي أنا ما عرفلوش إجابة، وده من باب العلم بالشيء، الحاجات دي بعد ما بتقبض عليها وبتتحرز بتروح فين؟ يعني الكام طن حشيش ومخدرات والبنجو اللي بتزبطوا دايما وبنقرأ أخبارهم في الجرائد بيروحوا فين بعد كده؟ وبيتعمل فيهم إيه؟ ياريت اللي يعرف من المسؤولين يقول لنا، حد بيقول لي بيتعدموا. عموما أرجو أن احنا من مستمعينا اللي يعرفوا برضو إجابات يبعتونا على صفحتنا على الفيسبوك إشارة مرور على راديو مصر بالعربي. ومعاكم عمرو الليسي ومكملين معاكم قراية رسائلكم، ودي رسالة من عمرو عبد النبي بيشتكي هو وشباب برمبال في المنزلة، بيشتكوا لأنهم عملوا حاجة جميلة جدا وكان الرد غريب جدا. جابوا تبرعات من رجال أعمال علشان يعملوا حمامات عمومية في الشوارع عشان الناس الكبيرة في السن والخدمة أهل المكان، وزي أي ناس محترمة راحوا لمدير عام هندسة ري غرب المنزلة وكانوا عايزين موافقته، بس الراجل ما وافقش، قال إن الموضوع ضد القانون. وأنا شخصيا الحقيقة ما عرفش الموضوع ضد القانون في إيه، إنما مش دي المشكلة. المشكلة إن عمرو بيقول لنا في رسالته إن الراجل كان لسه موافق على حاجة مشابهة لناس من حزب آخر، ولإني مش جهة تحقيق ولإن البرنامج ده مش مع حد ضد حد، فخلونا نتكلم على المبدأ. المبدأ بيقول إن القانون اتعمل علشان يريح الناس كلها وعشان يسري ويتطبق على الناس كلها، والمبدأ إن مفيش حاجة في القانون اسمها خيار وفقوس. المبدأ إن لو في إمكانية وفق القانون إن الموضوع ده يتعمل فيتعمل، القانون لو رافض ده يبقى يمشي على الكل. وعلى فكرة إحنا ما بقاش عندنا حزب وطني ولا ينفع نرجع بلد الحزب الواحد، إنما لازم نكون دولة القانون. وبمناسبة القانون آدي رسالة كمان بتتكرر كتير قوي، والمرة دي عندنا تفاصيلها اللي هي كمان بتتكرر، وعندنا كمان رقم تليفون صاحبها يلي بتسمعنا من وزارة الداخلية. خلاف بين عيلتين على حتة أرض وحكم قضائي ووسطة، وبعدين زوار فجر يزوروا عيلة وظباط تانيين يجروا العيلة باللي فيها ويحبسوهم ويكسروا بيوتهم ويقبضوا عليهم. ماليش دعوة بالتفاصيل أيا كانت، واللي حيرد من الداخلية أيا كان يا إما حينفي يا إما حيقول دول مجرمين. اللي يعنيني هنا هو القانون، عاوز تطبق القانون طبقه من غير ما تتجاوز القانون، طبقه من غير ظلم أو محاباة، حتى لو اللي قدامك مجرم اقبض عليه بالقانون وعامله بالقانون. وإذا كنت أنت يلي بتحمي القانون وبتنفذ القانون ما بتتباش القانون، عاوز غيرك يحترمه ازاي؟ دي رسالة بوجهها لبعض الناس اللي بيخالفوا القانون في وزارة الداخلية. احترموا القانون وانتوا بتقبضوا على الناس، وكفاية تجاوزات وكفاية تشويه في الصورة اللي مش محتاجة. صلحوا الناس واشتغلوا بما يرضي الله وبالقانون، لان في ناس كتير جدا ضباط محترمين بيتقوا الله وبيشتغلوا بالقانون، وفي الاخر كل حاجة هتبقى كويسة بينكم وبين الناس. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني نواصل إشارة مرور على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي بعد الفاصل. إشارة مرور. الآن موجز الأخبار من راديو مصر. راديو مصر في قلب الحدث. موجزا بقى 7:30، الرئيس محمد مرسي يواجه بسرعة تنفيذ مشروع محور قناة السويس. المحكمة الدستورية العليا تحدد جلسة الثاني من مايو المقبل للحكم في دعوى بطلان الشورى وتأسيسية الدستور. تأجيل محاكمة نجلاي مبارك وسبعة آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني إلى 9 يونيو القادم. محكمة النقد تلغي حكما بسجن أحمد عز 7 سنوات في قضية غسل الأموال وتأمر بإعادة محاكمته. رئيس مجلس الشورى يؤكد الحرص على دعم الصحافة لتعمل بمهنية واستقلالية. لجنة حقوق الإنسان بمجلس
كملين معاكم سيداتي انساتي سادتي اشارة مرور وفخرتنا الرياضية وادي التريننج وادي السفارة وحطنا يا هشام صوت الجماهير في المدرجات ومعاكم الكابتن عمرو الليسي. ولو انت قاعد على يمين الراديو او على شمال الراديو او حتى قاعد فوق الراديو نفسه مش هتشوفنا لاننا اذاعة مش تلفزيون. ومع ذلك مكملين معاكم فقرتنا الرياضية اللي بيجن عليها ردود أفعال جميلة ورسائل كتيرة. والأسبوع ده مفيش كلام غير على حاجتين. الأولانية كل ما حد يقابلني يقول لي نقيت على الزمالك يا عمرو يا ليسي أهو اتغلب. آجي ماشي في الشارع ولا واقف بالعربية في إشارة مرور ألاقي حد راح مدخل راسه في العربية وقال لي مالكش دعوة بالزمالك يا عمرو يا ليسي جبته ورا. الحقيقة أنا فضلت أفكر أنا عملت إيه؟ عملت إيه في الزمالك يا عمرو يا ليسي؟ عملت إيه في الزمالك يا عمرو يا ليسي؟ جبت ورا إزاي يا عمرو يا ليسي؟ والله ما لقيت حاجة. بس أنا خدت بالي من حاجة مهمة، إن كل حلقة وكل فقرة رياضية بشكر في الزمالك ونقول ما شاء الله الزمالك قادم، والسنة دي الزمالك غير، وكل مرة الزمالك كان بيأدي أحلى أداء ويحقق أحلى نتائج. قوم إيه؟ قوم الزمالك الماتش اللي فات والأول مرة الموسم ده والأول مرة في 2013 يعني بعد 5 شهور كاملة من 2013 وكم شهر كده في 2012 لأول مرة الزمالك يتغلب. عملها بتروجيت وغلب الزمالك 2-1 في وقت قاتل. عملها مختار مختار وألحق بالزمالك أول هزيمة من وقت كبير. إنما عادي يعني يا زملكاوية، مش عمرو الليسي اللي نزل الملعب وراح حط الجون التاني لبتروجيت في وقت قاتل. وبتروجيت مش فرقة صغيرة على فكرة، ومختار مختار مدرب مخضرم وتقيل، والأجواء نفسها قبل الماتش كانت غريبة، خصوصا الواقعة بتاعة أحمد الشناوي حارس المرمى الشاب والمحترم واللي كان موعود إنه هيلعب الماتش ده وما لعبش فساب المعسكر ومشي. أيوة التصرف غلط ولازم نغلط الشناوي، وخصوصا إنه صغير في السن ولازم يتعلم يحترم قرارات المدير الفني، انما كمان لازم الجهاز الفني يحترم وعوده او يقعد معاه يفهمه ان في امور جدت وانه مش هيلعب الماتش ده لاسباب 1 2 3. والحقيقه ان ده ما حصلش. والحقيقه كمان ان فييرا المدرب الفني للزمالك كان ليه تصريح محترم جدا عجبني جدا جدا جدا. وبالمناسبه فييرا ما قالش ان عمرو الليسي هو السبب في الهزيمه، فييرا قال ان الهزيمه دي في الوقت ده مهمه جدا عشان الفريق يقف مع نفسه ويفكر في أخطائه ويحاول يصلحها. وهي دي التصريحات المحترمة من المدرب المحترم اللي عامل فرق كبير مع الزمالك السنة دي وناوي على بطولة جماهير الزمالك كلها مشتاقة ليها من سنين. الزمالك صحيح اتغلب لكن زي أهم فرق العالم ما بتتغلب أو بتغلب. وامبارح مثلا ريال مدريد اتعادل في الماتش بتاعه تعادل خسره بطولة الليجا الأسبانية وهو بنفسه اللي أهدى لبرشلونة الدوري. لا ده بينتقص من الزمالك ريال مدريد مصر ولا ده بيقلل من ريال مدريد أو زمالك أسبانيا. الزمالك لسه موجود ومش نهاية الكون إنه يخسر ماتش، بس المهم إن الخسارة ما تبقاش خيط وبيكون خسارة تانية وتالتة ورابعة لا قدر الله. الخسارة فرصة للزمالك يصحح أوضاعه. فقرتنا الرياضية ما انتهتش، هنروح لفاصل ونرجع نكمل إشارة مرور على راديو مصر ومعاكم الكابتن عمرو الليسي. إشارة مرور. مكملين معاكم فقرتنا الرياضية في إشارة مرور ومعاكم الكابتن عمرو الليسي. وإيه اللي بيحصل في الأهلي يا جماعة؟ وليه بيحصل كده في الأهلي يا جماعة؟ مش بتكلم على فريق الكورة، أهو ماشي كويس وأنا متفائل جدا بمحمد يوسف المدير الفني الجديد للفريق، إنما بتكلم على لجنة الكورة. بتكلم عن البيانات المتبادلة والاتهامات اللي بدون أي داعي بين اللجنة وبين الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للفريق. ليه لجنة الكورة تنزلق في إنها تتهم البدري بالهروب؟ من امتى لجنة الكورة في الاهلي بتعلق على مشايان مدرب او مدير فني؟ ومن امتى بتعمل كده مع حد من ولادها المخلصين اللي قبل المهمة في توقيت صعب جدا كان الاهلي ممكن يقع فيه وما يقومش الا كمان كام سنة؟ وليه اصلا البيان ده يطلع دلوقتي؟ وليه كمان قناة النادي وجريدة النادي يخشوا المعركة للدرجة دي؟
واحد بس يقوم الدنيا كلها، واحد بس اسمه حسام البدري يخلي لجنة كورة في فريق القرن ومجلة رياضية وقناة تلفزيونية كاملة يتفرغوا للهجوم عليه. حاولت أدور على جريمة لحسام البدري ما لقيتش، وحتى في البيان اللي هو طلعه ورد بيه على لجنة الكورة ما لقيتش. بالعكس، الراجل كمان كان مبلغ كابتن حسن حمدي رئيس النادي انه ماشي، يبقى فين الهروب؟ خصوصا ان لجنة الكورة هي اللي مشت كام لعيب من اهم لعيبة الفرقة، عصب الفرقة زي ما بيقولوا. ومع ذلك حسام البدري فضل صامد بفرقته. انا هنا مش بدافع عن حسام البدري كحسام البدري، انما بدافع عن شخص كان وسط منظومة في كيان كبير ومحترم، واول ما خرج منه لقى المنظومة بالكامل والكيان الكبير والمحترم واقفين ضده. يا خسارة، مش هو ده الاهلي اللي احنا طول عمرنا بنحبه، ولا هو ده الاسلوب اللي يطلع من نادي القرن ومن ادارة عارفة خلاص انها ماشية كمان كم شهر ولا كام سنة، وحتيجي ادارة جديدة تجدد الدم في عروق النادي العظيم اللي عمره ما وقع واللي هو حجر الاساس في الرياضة المصرية. يا ريت الترشقات اللي بين الاهلي وحسام البدري تخلص وتنتهي وما تتكررش ابدا مع اي حد، ويا ريت بقى التركيز في اللي جاي مش في اللي فات. وادي الاهلي وانا بكلمكم دلوقتي بيلعب ماتش صعب جدا مع فرقه كبيره وعنيده جدا اسمها حرس الحدود، وبيقودها مدرب مخضرم وعنيد جدا اسمه حلمي طولان. بالذمه مش التركيز في ده احسن من التركيز مع مين مشي ومين جاي. فقرتنا الرياضيه انتهت، وحلقه النهارده كمان خلصت. مستنيينكم في اشاره مرور الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم. سرحت فجأة وافتكرت كل شيء، وإشارة خضرة حركتني عشان أروح، أداوي حتى إن شاء الله جرح من الجروح.